هنتكلم بقى عن الفراخ. الوصفة بتاعتنا دي وصفة لطيفة جدا وسهلة وجميلة بس طعمها حلو. هي فيها يمكن تريكة كده في الأول، بتدي تيست حلو للي مش عايز يحطها، مفيش مشكلة. يعني ممكن نستبدل الطماطم دي بمعلقة مثلا من مش معجون الطماطم، من الهريسة أو من الفلفل الحار الأحمر أو الفلفل البلدي الرومي، ونستغنى عنها خالص. بس هي بتدي تيست حلو قوي في الشوي أو في الطعم اللي في الفرن. تعالوا نقول مقادير كباب الدجاج. عندي كيلو دجاج مفروم، عايزين تحطوا صدور بس ماشي، عايزين تحطوا نص صدور مع نص وراك الدجاج عشان اللحم الأحمر أو جزء تحت السفلي من الفرخة بيبقى طري أكتر، ماشي. عندي بصلة مفرومة ناعم خالص، عندي فلفل رومي أحمر مفروم زي ما حضراتكم شفتوه، بقدونس مفروم ناعم، عندي ثوم مفروم ناعم، معلقتين بقسماط، بابريكا وكمون، شطة مجروشة دي اختياري لو حابينها سبايسي، ملح وفلفل، وأعواد خشبية، وممكن ما اعملهاش بأعواد خشبية أصلا، وهوريكم هنعملها ازاي. طيب عندي زيت طبعا، سواء هنشوحها أو هاخد معلقتين زيت وهدخلها الفرن، وأنا الصراحة النهاردة هسويها في الفرن. طيب الصوص بتاعها ليها صوص كده جميل قوي، لو حابينه اوكي، لو مش حابينه براحتكم. يعني ممكن نعملها بصوص وناخدها ناكلها جنب رز زي ما احنا هنعمله، ومش شرط يكون رز بالالوان، ممكن يبقى رز ابيض. انا عامله النهارده الرز ده عشان خاطر فريده. عندي زيت وبصله وفلفل احمر زي ما احنا متعودين، فلفل احمر بتاعنا الرومي العادي، عندي طماطمتين، وعندي فلفل حار ده اختياري، ممكن نحط مكانه معلقه بابريكا مفيش مشكله، معلقه صلصه طماطم وميه وربع كوبايه خل، اقدر احط فيها الكفته دي واسويها تغلي غلوه وناكلها مع رز بشعريه او مع رز ابيض، جميله جدا حقيقه. يعني هي كوصفه جميله جدا، فزي ما حضراتكم تحبوا تاكلوها اعملوها. انا هعمل الاثنين، هديها جزء في الفرن وبعدين هطلع اديها الصوص بتاعنا ده. خليني الاول اجهز الصوص مع حضراتكم عشان هو ايه بسيط وسهل. هاخد كده اول حاجه معلقتين زيت، بسم الله، وهاخد البصلايه. البصل اللي انا هحطه في الصوص مش شرط يكون بصل مفروم ناعم قوي، مش زي اللي انا هحطه في الكفته، عشان انا في الكفته ببشر البصل، ببشره وبديها نص معلقه ملح واسيبه ينزل الميه، وما برميش الميه بتاعه البصل، انا باخدها ابصم بيها على الكفته فاديها طعم، فانا اخد بس التفل بتاع البصلايه. طيب هاخد هنا شويه بصل كده اهم. الصوص ده جميل قوي هيعجبكم، وهي فكره كمان انها كفته فراخ. طب انا ينفع اعمل ده لو عندي فراخ مسلوقه؟ ممكن نعمل ده لو عندنا فراخ مسلوقه، بس في الحاله دي مش هنحتاج بقى الجزء بتاع تسويه الفرن، هنحتاج بس الجزء بتاع الصوص ان احنا نعملها ونصبعها ونحطها ايه في الصوص بتاعها بس، فيبقى احنا جددنا من حاجه موجوده عندنا وعملنا لها صوص جديد وقدمناها كانها اكله جديده مختلفه. طيب هنقلب كده، انا حطيت رشه ملح وفلفل، هزود النار هنا وخليني هنا. بصوا بدا يغلي الرز، هنهدي بقى النار اهو، هسيبه هنشوف الرز الاول اول ما يبدا يتشرب هدي النار، انا هديت النار اهو، هسيبه على نار هاديه نشوف بس الرز اول ما غلي. ونقلب هنا البصل والثوم اهو، هبدا بقى اقفل عليه كده ونسيبه بقى يتشرب. ومعانا ريحانه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احييكي على وصفاتك المميزه حقيقي. الله يسعدك حبيبتي، اسمك جميل ما شاء الله. انت اللي جميله حقيقي. الله يسعد قلبك حبيبتي. وصفاتك جميله وكمان النصايح اللي بتقوليها. حبيبتي تسلمي لي يا رب، شكرا جزيلا. وحلو قوي النهارده، انا قاعده متابعه رز ملون. حبيبتي عشان خاطر فرودي، انا بحب الاطفال قوي وما اقدرش يطلبوا مني حاجه وما اقدرش ما اعملهاش. ربنا يسعدك. تسلمي لي حبيبتي. كنا عايزين برضو الشاورما، يعني عيوني نعمل لك شاورما فراخ؟ يعني تقولي لنا ديت ودي من العندي والعندي، اعمل لكم الشاورما من عندي. صباحك هنا يا رب العالمين. تسلمي لي، شكرا لحضرتك ولذوقك. طبعا نعمل الشاورما الفراخ، وانا هعملها لحضراتكم بالطريقه الحلوه بقى اللي نعمل لها في الفرن زي ما بيعملها في بالظبط عند بتاع الشاورما، بس طبعا يعني في حاجات البيت الجميله بقى نعمل ده، ونعمل ان شاء الله مره تانية فتت شاورما اللحمه، لان انا عارفه ان في اماكن مشهوره جدا بتعمل فتت شاورما اللحمه والجمبري، والشباب بيحبوها قوي، يجوا بقى كده ليه العربيات كلها مركنه واقفين كلهم ما شاء الله ايه فتت شاورما فتت شاورما فتت شاورما.
بتبقى وجبه مغذيه فيها رز جميل وفيها ناس بتعيش لا باس بيها، والشاورما معموله بطريقه جميله وليها تستحل. ان شاء الله نعمل حاجه كده. حاضر من عنينا الاثنين. اكتبي يا ندى. عايزين في القريب العاجل يا نودي. انت رحتي فين يا نودي؟ قطتك كلت حته من لسانك ولا ايه؟ نودي انت فين يا نودي؟ انت مش قريبه ليه يا نودي؟ يا فندم؟ استاذ شوارب انت بعد ندى ليه يا استاذ شوارب؟ هي متعاقبه ولا حاجه؟ ليه يا فندم؟ هما معاقبينك ولا ايه يا نودي؟ لو سمحت انا عايزاها جنبي يا فندم بعد اذن سيادتك يعني. ايوه ايوه هو استاذ شوارب ما بيحبش حد يقعد جنبه، معرفش ليه. مع راجل محافظ محافظ. طيب خليكي جنبي. احنا حطيناها اهو يا استاذه ريحانه، الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نعملها لحضرتك من عينينا. بصوا بقى هعمل الصوص، بس انا هزود شويه ميه كمان، وهنعمل جنبها التوميه البيتي، بس مش هنحرق الباقي بقى، يعني احنا كده ما حرقناش كده يا ندى. ماشي عشان خاطرك انت بس يا نادي حبيبتي. هعمل كده، خليه بقى ياخد ويدي شويه، وبعدين لما تبدا تصلصل سنه هروح مزوده شويه ميه كمان. انا هنا بس عايزه ادي نص معلقه بابريكا عشان ادعم الصوص شويه، وبابريكا عاديه يا جماعه مش مدخنه. الحقيقه المدخنه دي طعمها مش هيبقى مع كل حاجه حلو، فخلوا بالكم وانتم بتشتروها، عشان ساعات بيبقى في العطاره يروح مديكي من الغاليه اللي هي المدخنه على اعتبار يعني ان انت طلبتي بابريكا، فحددي له قولي له انا عايزاها مدخنه او مش او عاديه، عشان ساعات في ناس بتتعامل بالموضوع ده فبيبقى ايه عايز يبيع. بس عايزه اقول لكم بقى كباب الدجاج ده، يعني الوصفه دي تقريبا بترجع للمطبخ الحلبي. على فكره مطبخ الحلبي غني جدا بوصفات رائعه وليها تيست مميز. انتشرت يعني في بلاد اخرى زي ايران مثلا، بيضيفوا لها بقى هم الزعفران، بتبقى جميله. في بلاد اخرى كمان بتضيف لها توابل مختلفه، ممكن اللبنانيين اعتقد، صح يا ندى؟ انا فاكره وتركيا طبعا. لا تركيا دول اساس الكباب يا بنتي حبيبتي. بس هم كل اكلاتهم هناك بالضاني، ما بيستخدموش لحم الا الضاني، الضأن، لحم الضأن. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي بقى هنبدا في الكبابة. كبابة كفته الفراخ. نعمل ايه؟ بسم الله. هلبس بقى كده الجلافز، هوريكم الاول الرز اول ما يتشرب. هنحط الالوان زي ما حضراتكم عارفين كده. وهنا بصوا البصل، خليني اعصر هنا البصل. ايوه هنا تفل البصل، معلش احطه مع الفلفل هنا. انا عايزه ايه اخد الميه بتاعه البصل دي في بوله عشان ابصم بيها مع اهو رشة الملح، بتخلي بصوا مية البصل ما شاء الله اهي، شايفين ما شاء الله كمية مية البصل رائعة. باخد ايه بقى عليها؟ رشة ملح. لا طبعا ما سمعتش اي حاجة كده. سامعاكي كويس؟ قصتي تقولي سمعتيني، اذا هو فعل ماضي. اوكي سامعاكي حبيبتي. كده رشة ملح وفلفل خلاص، علشان ايه ابقى خليت ليها طعم حلو. خلاص هنيجي بقى هنا. بصوا الصوص، بصوا كاننا بنعمل شكشوكه او بنسوي اول جزئيه فيها بالظبط بنفس الطريقه الحلوه دي. اللي عايز يحط قرن فلفل او فلفل اخضر، مش شرط يكون حامي، مفيش مشكله. هنيجي بقى عند هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الكبه هناخد الصدور او الوراك زي ما انتوا عايزين. لو حضراتكم مش هتجيبوها مفرومه زي انا، بس عشان يعني الهواء ما بيدينيش فرصه ان انا اخد وقتي، فحضراتكم هتبداوا الاول تخلطوا الفراخ لوحدها، يعني هنطحن الفراخ الاول بعدين نبدا نضيف عليها الاضافات. خلاص اهو بسم الله. شايفين ازاي اهو؟ تعالوا بقى ناخد من الثوم والبابريكا والبهارات. هاخد هنا شويه من الثوم، وهسيب شويه بقى الحلوين دول
في الصوص. اخر حاجه الثوم ده على فكره فوائده كتير، وارجو ان حضراتكم تحاولوا تدخلوه في بعض الاكلات لانه مفيد حتى للولاد وللمناعه ولجسمهم وللمعده، مضاد حيوي طبيعي قوي من عند ربنا. طيب هناخد البابريكا، بقيه التوابل، ننزل ممكن المقادير مره تانية يا نودي بعد اذنك عشان تبقى معانا على الشاشه لاصدقائنا. طفل البصل اللي احنا صفيناه دلوقتي، ومعاه الفلفل الرومي شويه حلوين كده، اللي عايز يحط حاجه سبايسي خفيفه ماشي. والمقادير قدام حضراتكم اهي، هاخد شويه فلفل رومي احمر. عايز اقول لكم انا هخلط دول الاول بس قبل ما احط الملح والفلفل، وبعدين هحط الفلفل يبقى باين منه كده مكعبات صغيره اهو. بصوا رشه ملح هحط شويه، حاضر، بس برده مش دلوقتي، هخلط الاول. اول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بقى نحط كام فلفلايه خضراء حمراء من الرومي اللي احنا حطيناه. اخر حاجه لو حسيت الخليط محتاج ازود بقسماط، ما حسيتش خلاص. بصوا كده شويه بس مش كتير. عايز اقول لكم طعمه رائع، بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت امنت نفسي في معلقه بقسماط او اتنين، لان لو انا جيت خلطت دلوقتي زي ما انا عملت مع حضراتكم الفلفل الاحمر، فلفل احمر ده فلفل رومي في نسبه ميه، خلاص ممكن قوي ينزل شويه الميه بعد ما يقعد شويه مع الكفته، فانا لازم اراعي ان في حاجه تمتص شويه السوائل اللي نزلوا عشان ما تفكش مني، اذا هعملها على الفحم. تمام. طيب حطيت في ميه البصل قدام حضراتكم رشه ملح وفلفل بس، اللي عايز يبشر طماطميه ماشي، خلاص كل دي حاجات لطيفة. هاخد كده في البولة دي، هنزل الكفتة دي، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة بس أشيل دي عشان ما تعورش حد. هنا هاخد كده، الريحة تجنن. وبعدين معانا أم جوزيف. يا أهلا يا أهلا. أهلا بيك يا قمر، ازيك؟ وانتي طيبة، بقيت الفراخ أهي طيبة، ربنا يخليكي يا رب. تسعدي حبيبة قلبي يا أم جوزيف، وحشتينا والله. تسلم يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. الله يحفظك. بصي يا قلبي، طيب صدور الفراخ أنا أخذتها وفرمتها، حلو، تعملها اللي هي يعني زي الكفتة كده، حلو. طيب احط لها ايه؟ طيب انا لسه عامله، حطي اي حاجه من اللي انا حطها، حط لها ملح وفلفل وبهارات فراخ، حط لها فلفلايه لو عندك رومي قطعيها، وشويه بقدونس، والله طعمها يبقى روعه. ما هي عشان الاحفاد عندي بيحبوها. جربي لهم بس الكفته دي وقولي لي رايك. ما انا هجربها ان شاء الله. جربيها يا رب تعجبهم ان شاء الله يا ام جوزيف. وتحط بقسماط في يعني اهو، حطيت معلقتين بقسماط اهم. طيب ماشي، خلاص ماشي. وصبعيها بقى، حطيها في الفرن براحتك، اعمليها على الجريل بره براحتك، سويها جوه الصوص ده براحتك، اللي انت عايزاه. طيب ماشي يا قلبي، ماشي حبيبتي، وانت طيبه بصحه وعافيه حبيبتي. شكرا ليك يا روح قلبي، الله يسلم عمرك حبيبتي. بصوا بقى، لو انا هعملها في الستيكس
فين الستاكس يا ولاد؟ اهي. اصل رفيعه من البصل هعمل كده، شايفين ازاي؟ لو انا عايزه اعملها على الشكل ده مش هعمل كده، انا بس بوري الناس ممكن تبقى كده. هيبصوا ولا هتقع ولا هيجرى لها حاجه. طيب انا بقى مش عايزه اعملها كده خالص، انا عايزه اعملها بطريقه سهله وبسيطه تدخل الفرن وتريح حضراتكم. خلاص، فهاخد من ميه البصل وهشكل صوابع صغنونه زي ما انتم شايفين كده، وتدخل الفرن عليها معلقه زيت تطلع قمر اهي. خلاص هنجمع بقى الكفته بتاعتنا اللي اتجنن دي، اللي بقى عايز يحطها في بيض وبقسماط، اللي عايز يعملها مشويه، بس هي احلى طعم ليها المشوي. حضراتكم تقدروا بالطريقه دي تعملوا لها فحمايه، والفحمايه تحطوها بعد ما تبدا تستوي ونشغل الشوايه من فوق بتاعه الفرن تاخد لون، وبعدين نروح جايبين فحمايه حاطينها جوه ورقه فويل وجواها شويه زيت او معلقه سمنه، وتحطوا الفحمايه جوه الفويل وتقفلوا وتغطوا البايركس وتسيبوها جوه الفرن بعد ما تطفوه، كأنكم بالظبط شاويينها. خلاص، واحنا ايه متابعين هنا الصوص بتاعنا. عايز اقول لكم الكفته دي مش هتبطلوا تعملوها، حقيقي جميله وطعمها حلو. مين يشهد الكفته؟ انا. مين اللي بيقول؟ مين؟ مونتي؟ يا مونتي ما انت هتدوقها يا مونتي، وبعدين انا هاجي لك في الحلقه الثانيه اقول لك مين شهد للكفته. شويه طحينه؟ لا يا مونتي انت ممكن تروح البيت وربنا يعني يديهم الصحه ويعينهم ان شاء الله. ونشوف، خدوا مونتي من الكنترول يا جماعه. هو انا قلت لك انا يعني بحس ساعات ان انا فيك من روح ابني، اي نعم، بس مش للدرجه دي يا مونتي. بيقول لي انا كبير شويه على ان انا ابقى زي ابنك يعني، قلت له لا بس هي الاحساس، الروح مالهاش علاقه دي. يلا انت موافق؟ خلاص هعمل لك طحينه يا مونتي. حاضر. بصوا ماسكه نفسها ازاي، شايفين عينيا بس كده، بصوا الجمال، شايفين حضراتكم؟ ادي الكفته. يبقى احنا هنفرم الفراخ اول حاجه، وبعدين نحط الخليط اللي اتفقنا عليه مع بعض اللي هو عباره عن ايه؟ نزل المقادير تانية يا نودي بعد اذنك. اهي شايفين ماسكه نفسها ومش محتاجه تسقع والله خالص. وادي ميه البصل ببصم بيها، بتدي طعم وتخليني ما احتاجش احط زيت الا معلقه واحده بس في الاخر على الوش. لو انا استخدمت الاوراك هي فيها نسبه دهن كفايه اكتر من الصدور، خلاص فهي مش هتحتاج، هتبقى فيها دسم منها فيها يعني. وادي المقادير مع حضراتكم، اللي عايز يخليها سبايسي هيحط معاها حاجه سبايسي اهي. عايزين نغرف الرز بقى، الرز استوى على فكره، ممكن تجيبوا شكله وهو جنبي هنا، مفيش مشكلة. هو باين منين؟ باين يا أستاذ شوارب فين؟ أيوة جوه الحلة لو سمحت. أيوة كده، يا سلام. أيوة مين يشهد الرز؟ أنا أنا أنا. حبايبي كده، بسم الله، شايفين ازاي؟ هعمل كده في بايركس كله وادخل بقى الفرن هشغل شويه. معانا هبه من القاهره، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت طيبه يا حبيبتي، وانتي صحه وعافيه نور عيني. اخبارك؟ الحمد لله حبيبتي. الحاجات الحلوه دي بالظبط، ده شيء جميل جدا بقى وطعمه تحفه. مبهج. لا ولو الوان وكده يعني بصراحه جميله، ربنا يبارك لك. تسلمي حبيبتي، الله يسلمك. وكمان ممكن نحط على الرز دوت خضار مثلا اللي انت عايزاه براحتك، بس شوحيه في الاول. ده خضار كده لو كل الحاجات دي تتحط عليه برضه بيدي طعم احلى ولا؟ بصي احنا عملناه امبارح كان تحفه، حطينا فيه بسله وجزر وفاصوليا خضراء وبصل وتوم. كان تحفه. لا هو بصراحه لونه جميل وشكله حلو، انا عايزه ادوق بقى. يلا بس كده قولي لنا العنوان بقى، سيبيه في الكنترول، واحنا مروحين نبعته لك فورا. الله تسلم ايديكي والله. جميل، تسلم ايديكي. الله يسعدك. كمان حلوه وجديده قوي يعني، هتعجبك طعمها قوي. الطريقه حلوه. انا عايزه كمان كفته الفراخ بقى. من احنا عاملين؟ قولي. بس عايزاها بطريقه تكون يعني سهله، يعني مش عايزاها تطلع ناشفه. طب بصي احنا النهارده عاملين تعتبر شبه كفته الفراخ شويه. حلو؟
بس احنا خلطنا ايه عشان ما تطلعش ناشفه؟ خلطنا الصدور مع الوراك عشان تعمل ايه؟ تبقى اللحم نفسه طري في ليونه. صح. خلاص؟ ومش هتحتاجي ماده دهنيه معاها كتير عشان ما تفكش منك. تمام. واعمليها بقى زي ما انت عايزه، فحم بقى ولا جريل ولا اي حاجه زي ما احنا عملناها. بس طلعت ناشفه فالولاد ما رضوش يقولوا لي لا ماما ناشفه. سويتيها فين؟ سويتيها فرن؟ سويتها، لا سويتها على الشوايه. على الشوايه الفحم؟ اه. بصي شوايه الفحم لازم نسبه دهن كويسه. ليه؟ عشان الفحم تسويته غير الفرن وغير الجريل. خدي بالك من النقطه دي، سواء مع اللحمه او مع الفراخ. عشان كده احنا دايما بناخد الطاووق بس نشويه، ما بناخدش صدور الا بالطلب. قولي نشفت ليه؟ صدور لا، صدور لا، صدور لا حبيبتي، لحمها اصلا ناشف لوحده. لازم تاخدي الوراك بس. وراك؟ اه. طب تمام حبيبتي، تسلمي يا عمري. تسلمي، تسلمي يا قلبي، نورتيني في حفظ الله، مع الف سلامه. بصوا بقى خلاص خلصنا البايركس دي، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق 12 دقيقه في الفرن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه؟ وتمام اهو، ده صباع كبير هنقلله. خلينا بس دي نشوحها كده عشان بدات تاخد، تطلع الريحه بتاعتها. نزود شويه ميه صغننين. تؤمر. انت هتشوفها. مين يشهد للكفته يا مونتي؟ هل هتكش؟ لا ان شاء الله مش هتكش عشان الجماهير. ماشي يا مونتي، احنا نشوف مع بعض. ايه رايك؟ بس في صباع صغير عشان ما تحاسبنيش عليه. لا بس ماشي، طيب اتفقنا. نشيل بقى الجلافز ده ونستسمح حضراتكم، نحط كده نقطه واحده بس كده، بس كده. وتعالوا بقى ندخل الفرن. بسم الله، فرن 180 على الشبكه في النص، شغال شوايه وفرن، بس شوايه على الهادي اهو. يلا بينا. بسم الله.